السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها مستقبل العلاقة بين السلطة الشرعية وبين حزب المؤتمر الشعبي له. مقابل الاحتفاء المبالغ فيه من الشرعية بالمؤتمر الشعبي العام وقيادته الذين غادروا صنعاء، لم يلحظ حتى الآن أي موقف واضح من جانب هؤلاء يشير إلى أنهم سيكونون بصف الشرعية في مواجهة حليفهم السابق الذي قتل زعيمهم ويحتجز الكثير من أنصار حزبهم في المناطق التي يسيطر عليها. ما هو واضح حتى الآن هو أن المؤتمر يعد من أطراف خارجية للعمل كجناح مستقل خارج الشرعية، وهي عملية التفافية على السلطة الشرعية تهدف إلى تهميش هذه السلطة لتصب المحصلة النهائية في خدمة مشاريع استدامة الحرب ومزيد من الانحدار في الأزمة المستحكمة منذ أكثر من 3 أعوام. يرى فريق أن مصلحة الشرعية الآن هي في التعامل مع كل خصوم ميليشيا الحوثي، وأن المعركة معها تستدعي وحدة الصف بين جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد وراء هذا الهدف. فيما يقول البعض أن المؤتمر الذي كان حليفا للميليشيا حتى وصلت المصلحة المشتركة بينهما إلى نهايتها لن يكون يوما في صف قضية الشعب، وبالتالي فإن محاولات استعادته إلى صف الشرعية محكوم عليها بالفشل، خصوصا في ظل ما يبدو من تعامل قيادات حزب المؤتمر الذين لا تزال خصومتهم مع السلطة الشرعية مقدمة حتى على خصومتهم مع ميليشيا الحوثي. كيف تتعامل الحكومة مع هذا الملف الذي يبدو أنه سيكون مؤثرا بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة؟ وما هي توجهات المؤتمر في هذه اللحظة وتأثير التوجهات الإقليمية على هذا الملف؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا مع وكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي من القاهرة، ومن نيويورك مع المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. في البداية السؤال المشترك، بعد مرور أكثر من شهر على مقتل صالح وإعلان الحكومة أنها على استعداد للعمل مع حزب المؤتمر، إلى أين تبدو العلاقة ذاهبة بينهما برأيك؟ البداية مع الأستاذ إبراهيم القعطبي، تفضل. أنا في اعتقادي المؤتمر الشعبي العام سقط كما سقط الحزب الاشتراكي اليمني في 1994 عندما أعلن الحرب صالح على الحزب الاشتراكي اليمني وعلى المناطق الجنوبية. الحزب اليوم سيصبح كأي تجمعات أخرى، على سبيل المثال كالحراك الجنوبي الذي له عدة فرق وله عدة توجهات، وهذا ما سيحصل في المؤتمر الشعبي العام. نحن نأسف أنه أصلاً كان حزباً عريقاً مبنياً على الميثاق الوطني، ولكن اليوم أصبح متشعباً وكانت تربطه المصالح التي تربطه بصالح. يعني الآن تكلم على جناح سلالي يتبع الحوثيين، وجناح آخر في مأرب ويتبع الشرعية، وجناح يعني يتبع الإمارات ومتشتتاً في القاهرة وفي الأردن وفي مناطق أخرى. نعم. القوة المؤتمر الشعبي العام اصلا افتقد القوه الان، لا كان جزء شريكا اساسيا في الحكم والسلطه، وكان مسيطرا على ثروات البلاد، الان لم يعد مسيطرا على اي شيء، ولا وربما حتى القياده حقه الان لا تملكه حتى الراتب. انتهى الحزب من الناحيه الماديه والعسكريه والسياسيه، طبعا هناك ربما لاتباع هذا الشخص او ذاك، لكن انا في اعتقادي انه من كان يربط الحزب بعضه ببعض هو صالح. نعم. لكن الآن الأمور هذه انتهت والتوجهات تشتت، وليس لم يعد الحزب الذي كان فيه الإرياني، وربما حزب مبني على مصالح شخصية أكثر من ما هو حزب مبني على مصلحة الوطن. نعم. طيب، لكن كما تعلم أستاذ إبراهيم القعطبي هناك اهتمام كبير بالمؤتمر الشعبي العام وأعضاء المؤتمر الشعبي العام، تصريحات من الحكومة الشرعية باستيعاب كل أعضاء المؤتمر الشعبي العام، مدهم بكل الدعم، أيضا هناك أيضا توجه إقليمي ودولي بلملمة المؤتمر الشعبي العام وتقديمه بصورة يعني ربما له دور مباشر في معركة استعادة الدولة، وهذا ما يخطط له الآن وليس بالصورة التي ذكرتها أنت بأنه انتهى ولم يعد قادر على فعل شيء.
أنا في اعتقادي تجميع المنتهي لن يعيد صلاحيته من جديد. طبعا هناك توجه إماراتي على وجه التحديد من أجل إعادة المؤتمر الشعبي العام وتجميع صفوفه، لكن المؤتمر الشعبي العام كقوة عسكرية، كحرس جمهوري، كثروة، أنت حقيقة يعني ربما سيجمعونه على شاكلة الحزام الأمني وميليشيات بن بريك والزبيدي وغيرهم، وهذا ليس المؤتمر الشعبي العام الذي كان في عهد الأرياني وعهد من أسسوه كان يحمل مشروعا وطنيا جمهوريا، الآن أصبح فقط يحمل مشاريع للأسف الشديد خارجية وداخلية تتبع الحوثي. إذا كان المشروع الوطني حقيقة هم يدافعون عن الجمهورية، فلماذا لا ينضمون إلى الشرعية؟ لماذا لا يقاتلون بجانب أخوانهم في الشرعية وفي المعسكرات وفي الجبهات؟ هذه أضحوكة كبرى، ربما سيجمعون بعض الأشخاص بالأموال على شاكلة علي البخيتي المقيم في شقة فاخرة في الأردن، ولن يحققوا أي شيء على الواقع، يعني لا خارج ولا داخل سيفرض أمره في آخر المطاف على الشعب اليمني. نحن ربما بحاجة إلى إعادة التوجه، صياغة التوجه السياسي ككل في المشهد اليمني، وأن على الحكومة الشرعية أن تترفع عن التحالف الخليجي وأن تتوجه إلى الدول الغربية والعظمى وتتحاور معها بشكل مباشر عن مستقبل اليمن وعن مصالحهم المشتركة. أما من يبحث على حماية أمريكا ويود أن يستقل اليمن ويستقل جزره وموانعه فليس له مستقبلا في اليمن. نعم، طيب، إذن هذا المؤتمر الذي تحدث عنه بأنه عبارة عن تجميع كما حصل في عدن للحزام الأمني وبقية ميليشيا الحراك الجنوبي كما ذكرتها أنت، لكن أيضا ماذا عن المؤتمر الذي يعمل تحت ظل الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بقيادة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وأعلن انضمام للشرعية منذ البداية؟ أو لا جزء لا يتجزأ من 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 الفريق العمل الحكومي، خلنا نسميه فريق عمل وليس حكومة ولا حزب سياسي. الحزب السياسي يفترض أن يتحرك على الأرض على سبيل المثال، وربما نقولها على الملأ أنه على سبيل المثال حزب الإصلاح عندما حاربه الحوثي وصالح قاموا وجمعوا قواهم وانطلقوا من مأرب، وكانت مأرب هي العاصمة الحقيقية لكل اليمنيين بغض النظر عن تصرف عن توجههم السياسي. أما الآن أين يوجد المؤتمر الشعبي العام؟ أين هو؟ أين موقعه؟ أين العاصمة والمدينة التي يسيطر عليها؟ أين القوة التي يمتلك على الأرض؟ يعني مجموعة من الأشخاص كان ولاءهم الأكبر هو للمخلوع علي عبد الله صالح، هذه هي الحقيقة. الآن يحاولون إعادة أسرة عفاش كطارق عفاش وكأنه هو المشروع الجمهوري، وهذا للأسف الشديد لا يختلف كثيرا عن المشروع الذي يحاربه اليمنيين، المشروع السلالي الطائفي الأسري. إذا كنا نتحدث عن الجمهورية واستعادة الجمهورية وبناء يمن جديد، يجب أن يكون هناك دولة، يجب أن يكون هناك يعني إطار نعمل عليه جميعا. أما هؤلاء يبحثون على مشاريع خاصة بهم لا تخدم الشعب اليمني ولا الجمهورية ولن تحرر منطقة. نعم. من يتحول 63 في يوم وليلة يعني من وإلى جناح هؤلاء لا تأمل عليهم أن يقومون ببناء دولة مدنية حقيقة لكل اليمنيين. ما يبحث عنه اليمنيين هي دولة مدنية فدرالية لا مركزية، يكون لكل المناطق الحق في السيطرة على ثرواتهم وأن يكونوا جزء من الحكم، أن يكونوا شركاء حقيقيين في صنع القرار اليمني. أما أن يأتينا بفريق من هنا وفريق من هناك من أجل تنفيذ أجندة خارجية فهذا ليس له نعم. في الشأن اليمني أي صلة، يعني هؤلاء مجرد مرتزقة عملاء يقومون بتنفيذ مشاريع خارجية. الذي يود أن يدافع عن اليمن وأن يدفع اليمن نحو بر الأمان أن يكون في الخندق، أن يكون في مقدمة الصفوف، أن يكون هدفه الأول هو استعادة الجمهورية والدولة، أن يكون هدفه نعم. يعني تثبيت مخرج الحوار الوطني. طيب. أما إذا كان من أجل فلان أو زعطان أو من أجل من ينيمون في الفنادق فهذا ليس اليمن ولا هو المشروع الذي يتطلع إليه اليمنيون. طيب سيد إبراهيم، اسمح لي إذن أن نشارك معنا في الحديث وكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي من القاهرة. مرحبا بك سيادة الوكيل.
مرحبا بك، تفضل عزيزي. اهلا بك. في البدايه سيد حمزه، اذا تحدثنا عن مستقبل الشرعيه مع حزب المؤتمر الشعبي العام في ظل الاعتراف العدم واضح من قبل اعضاء المؤتمر الشعبي العام جناح صالح. اولا يعني مستقبل المؤتمر الشعبي العام، مستقبل الشرعيه ومستقبل مضمون ومستقبل مرتبط باستعاده الدوله. المؤتمر الشعبي العام ومن تبقى من رجالته امامهم طريق واحد لا غيره، هم اما ان يعترفوا على الشرعيه واما ان يتشتتوا ويضيع وينتهي المؤتمر الشعبي العام بعد مقتل صالح، لانه كان الشخصيه التي تستطيع ان تربط اعضاء ومن هم حول الحزب حوله. الان قيادات المؤتمر الشعبي العام جميعهم بلا استثناء ان لم يكونوا مع الشرعيه وتحت لواء الشرعيه فهم سيشكلون يعني ورقه ضعيفه وسينتصر الحزب وسيضعف ولن يكون لهم اي قوه ولن يكون هناك مقبولا منهم موقفا غير ذلك. اذا ما قاموا هؤلاء بلا استثناء بان يقفوا موقف واضح ويحددوا موقف واضح وان يكونوا خلف الشرعيه، فاعتقد انهم سيضمنوا مستقبل حقيقي للحزب ولاعضائه بان يستمروا في العمل السياسي. اما على هذه الحاله فيصبح عندنا مؤتمر شعبي عام متواجد في صنعاء تحت رحمه الحوثيين ويمشي بتوجيهات حمزة الحوثي وحسن العزي، وسيبقى قيادة المؤتمر الشعبي العام الشرعية المتمثلة بالرئيس هادي والدكتور أحمد عبد بن تغر والدكتور رشاد العليمي والدكتور يعقوب الشعيبي والدكتور عليم جوبر وقيادة الحزب الكبيرة، قيادة مؤثرة ذات السمعة. إذن السؤال الأهم، نعم سيد حمزة، السؤال الأهم، إذن الاحتفاء الكبير من قبل الحكومة الشرعية ومن رئيس الحكومة بأعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين كانوا يعني بصورة مباشرة مع الانقلاب ومهندسي الانقلاب، كيف تفسر هذه الاحتفاء الكبير بهم والترحيب بهم رغم عدم اعترافهم أصلا بالرئيس وبالحكومة؟ أين كان الاحتفاء؟ ماذا تقول؟ أين كان الاحتفاء؟ أين كان الاحتفاء؟ الاحتفاء بدأ واضحا من خلال ترحيب الحكومة الشرعية، نعم حمزة، من خلال ترحيب الحكومة الشرعية بهم، من خلال استقبالهم، تأمين خروجهم، إعداد كل، يعني هذا لا يخفى على أحد حمزة. أنا أريد أن أقول شيء مهم جدا، هناك فرق بين استقبال واحتفاء، يكون الأمر واضح أمام الجميع. الأمر الآخر، هناك قيادات من المؤتمر الشعبي العام أعلنت ولاءها للشرعية وانضمامها للشرعية، هذه القيادات من هي هذه القيادات؟ هل ممكن تسميها لنا هذه القيادات من هي السيد حمزة؟ هناك قيادات كثيرة جدا متواجدة في عدن وخارج عدن، قيادات عسكرية لا ننص عن اسمها وقيادات سياسية، وهناك قيادات ما زالت متواجدة في أبو ظبي ونحن بانتظار موقفها. أما موضوع الاحتفاء هو مبالغة يعني على مزاج الإعلام صراحة. الأمر الأهم بالنسبة لي هنا لأكون واضح بما يتعلق بأعضاء المؤتمر الشعبي العام، هناك تحالف أنشئ للانقلاب على الدولة، التحالف بين الحوثيين وصالح، هذا التحالف اندثر وتفكك. الحكومة الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي رحبوا بتفكك هذا التحالف ودفعوا أعضاء مؤتمر الشعبي العام لأن يصطفوا مع الناس ضد الحوثيين. هذا الأمر كان واضح، هذا كان موقف الحكومة وهذا هو الموقف الواضح. أما الحديث عن احتفاء هو موقف غير صحيح، هناك من يريد أن يبقى ولكن ألا تعتقد سيد حمزة، ألا تعتقد أنه من المهم والضروري بداية من هؤلاء هو الاعتراف بالرئيس والشرعية؟ أستاذ بشير دعني أكمل كلامي فقط، بس أنا أقصد أن هؤلاء أعلنوا بأنهم فكوا التحالف مع الحوثي، والحكومة رحبت بهذا الموقف لأهميته في تفكك معسكر الانقلاب، لأنه أي تفكك لمعسكر الانقلاب ما يعني بشكل واضح سقوط الانقلاب وضعفه وسهولة مهمة إنجاز استعادة الدولة. للأسف لأكون واضحا، هناك من لا يريد للمعسكر الانقلاب أن يتفكك، هناك من يريد أن يبقى الحوثيين وصالح في مربع واحد ويريد أن يبقى هؤلاء، أن يبقى الانقلاب قويا، وهذا على مزاج دول إقليمية. هذه الدول الإقليمية تريد أن يبقى تحالف الانقلاب قوي لتضعف الشرعية وليضعف دول التحالف وليكون تكون اليمن استنزاف للجميع، هذا الأمر واضح. لكن نحن في الحكومة الشرعية لا يمكن أن نقبل بأن يأتي أحد ويعلن بأنه سيحارب الحوثيين غير تحت لواء الشرعية، ليس هناك أمامهم إلا أن يكونوا مع الشرعية، ولن نقبل بأحد إلا أن يكونوا مع الشرعية وتحت لواء الرئيس هادي. الناس قتلوا 3 سنوات، ضحوا بدمائهم وضحوا بأرواحهم وضحوا بمساكنهم وضحوا بمصالحهم لكي تستعاد الدولة تحت لواء الشرعية. أي موقف غير هذا هو موقف غير مقبول، ولن يكون لهم مساحة على الأرض ليقاتلوا عليها، قد يستفيدوا ويجدوا بعض المناطق للزيارة أو لهذا مرفوض حتى لو كان طرف في التحالف العربي، وعلى وجه التحديد الإمارات التي ربما الآن تقدم هؤلاء وهم يعملون في إطار خارج نطاق الشرعية.
حتى هذه اللحظة لم يعلنوا موقفا ضد الشرعية، حتى هذه اللحظة هم أعلنوا موقفهم ضد الحوثيين، وحتى هذه اللحظة نحن ما زلنا بانتظار موقف المؤتمر الشعبي العام الواضح عبر هيئاته الرسمية وليس عبر أشخاص ليعلن موقفه الكامل، والذي نعتقد بأنه سيكون في صف الشرعية. إن لم يقبل المؤتمر الشعبي العام بأنه في صف الشرعية فهو سيندثر وينتهي ويتفشى. نعم، ولكن كما تعلم سيد حمزة، قيادة حزب المؤتمر جناح صالح التي هي في صنعاء الآن أعلنت بعدم فض الشراكة مع الحوثيين وأنها تدعم اللجان الشعبية ولا زالت بنفس المبدأ في مواجهة العدوان كما يقولون. من هم في صنعاء؟ هم رهائن. الأحزاب السياسية وقعت مجبرة مع الحوثي اتفاق السلم والشراكة، وبعد ذلك ظهرت إلى العلن وقالت أن هذا الاتفاق اتفاق باطل واتفاق غير مقبول. ألم يوقع عليه قادة الأحزاب؟ ألم يوقع عليه الهلال الأنسي؟ ألم يوقع عليه محمد اليدومي؟ وبعد ذلك قالوا أن هذا الانقلاب تم تحت توقيع السلاح، تحت تهديد السلاح. هذا منطقي؟ هؤلاء مجموعة من مسلوبي الإرادة ورأيهم غير مقبول، وهم أسرى ولا يمكن أن يكون أسير له رأي. ونحن نعلم جيدا بأنه بعضهم، يعني لأكون واضح، هناك من هم في صنعاء من كانت المؤتمر الشعبي العام من عملوا مع الحوثي منذ اللحظة الأولى وهم يعملوا مع الحوثي حتى الآن، هؤلاء نعرف موقفهم. لكن هناك من أجبر على التوقيع، ولن أسمي بالأسماء، لكن أنا أقول بوضوح هذا لا يمثل المؤتمر الشعبي العام. حتى من كان المؤتمر الشعبي العام على الانقلاب سيثورون من أجل دم صالح إذا كانوا فعلا أصحاب موقف وهم يعملون مع صالح مثل ما قلنا. نعم، ألا تعتقد حمزة بأنكم أصبحتم ملكيين أكثر من الملك وتدافعون عن المؤتمر وتختلقون له المبررات رغم القطيعة الكبيرة التي هم يبدونها أمام الحكومة الشرعية والرئاسة واليمن بشكل عام؟ لسنا ملكيين ولن ندافع عن المؤتمر الشعبي العام ولن ندافع عن أحد يقف ضد الشرعية. وقفنا مع الشرعية منذ اللحظة الأولى ونحن معها قبل أن يقف معها أحد، أيما كانوا يمدوا أيديهم للحوثيين. لا يستطيع أحد أن يزايد علينا، ولن نقبل أن يكون أي أحد ليس مع الشرعية ويريد أن يحارب ويواجه الانقلابيين. من هو ليس مع الشرعية هو لا يعنينا ولا يمثلنا، لكن مزاجات البعض، تفسيرات البعض، تحليلات البعض تدفعه للقول بأننا نقف مع المؤتمرين، وهم يعلموا مواقفنا كحكومة وكشرعية ضد هؤلاء وكيف واجهناهم منذ اللحظة الأولى. لكن هناك مزاجات محسوبة تريد أن تقيس الأمور على هواء قطر، وهذا الأمر يعنيهم هم وحدهم، لكن نحن كحكومة شرعية موقفنا واضح ممثلة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي قال بالوضوح أن صفحة صالح طوية. صفحة صالح لن تعود ولن يعود صالح لتوريث طارق أو أحمد أو عمار مثل ما خرج من الباب. لن يعود للشباك. جميل، إذن أنقل هذه النقطة للسيد إبراهيم قعطبي. أستاذ إبراهيم، إذن كما سمعت سيد حمزة يقول صالح وعائلته صفحة وطويت ولن تعود مهما حاول من حاول إعادتهم إلى المشهد من جديد، ما رأيك؟ هذه هي صفحة أصلاً قد طويت بشرعية أو بدون الشرعية، يعني صالح قتل انتهى وانتهت أسرتي، أصبحت أسرتي مجرد مشردين أو معتقلين، وهذا ما قامت من أجله ايضا ثورة الشباب الربيع العربي يعني في 2012 من اجل اسقاط النظام الاسري. فلذلك لا يعتقد ولا اعتقد ولا يعتقد اي واحد انه سيعاد هناك اي نظام اسري او سلالي في اليمن. اليمنيين لن يقبلوا بذلك سواء كان شمالا او جنوبا. اما يعني الاخ، مع احترامي الشديد للدكتور حمزة الكمالي الذي اعزه، المشكلة يا عزيزي إنه الحكومة الشرعية فقط هي في الفنادق وفي خارج البلد، يعني ليست على أرض الواقع. من يقاتلون هم أبناء الوطن في الداخل وليسوا مع الشرعية بمعنى أنهم يؤيدون حتى الحكومة. إذا كانت الحكومة لا تستطيع العودة إلى عدن فما فعن أي شرعية نتحدث؟ يعني نحن كلنا مع الشرعية وكلنا من أجل ندافع من أجل بناء وطن ودولة فدرالية واستعادة الدولة. لكن يا أخي أنت منذ 3 سنوات مقيم في القاهرة، يعني وكيل وزارة، إذا كنت وكيل وزارة في الحكومة الشرعية كان مكانك المناسب إما في العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية عدن وإلا مأرب. لا يستطيع أن نواصل بأن نتكلم عن حكومة وعن شرعية موجودة فقط في وسائل الإعلام وفي الخارج، إذا كنا نتكلم على استعادة الدولة ومشروع الدولة. لذلك لا يجب أن ندعي المؤتمر بالحضور وندعي فلان للحضور، يجب أن يكون هناك اصطفاف شعبي حقيقي. نعم، وهذا ما رأيك سيد حمزة؟ نعم سيد إبراهيم، نعم سيد حمزة،
نعم نعم يا شوف نعم سيد حمزة ما رأيك بما طرحه السيد إبراهيم؟ يا أستاذ بشير نعم يا أستاذ بشير يا أستاذ بشير نعم يا أستاذ بشير أول شيء لحظة إبراهيم إبراهيم اسمح لي نعم تفضل يا دكتور نعم في كلام يقال وكلام كذا بدون مقياس وبدون معلومات بدون أي حاجة. أولا الحكومة الشرعية بكامل وزرائها متواجدة داخل عدن نعم. أولا لا يعني لا يطلع الأخ إبراهيم القعطبي يقول أين الحكومة لتعيد، يعني هذا كلام يقوله وسائل إعلام الحوثيين وسائل إعلام الجزيرة اللي هي قطر وغيرها هذا نعم. لكن هذا الكلام لا يعنيني، أنا أقول بوضوح الحكومة برئيسها بعضها متواجدة داخل عدن، وهو حاول أن يعلق شخصيا وأن يجر المعركة حمزة مش أنا كنت داخل عدن غادرت قبل أسبوع الحضور كأس الخليج والجميع نعم. يعلم هذا الكلام دكتور يعني حمزة نعم دكتور حمزة حتى لا يذهب الحديث لأن حلقتنا اليوم مخصصة عن علاقة الشرعية أيوة بالمؤتمر حتى لا ننجر إلى 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 حديث جانبي نعم لذلك أنا أقول بوضوح الحكومة متواجدة في عدن تمارس مهامها تطبع أوضاعها تواجه ظروف صعبة شركة كبيرة جدا حكومة بلا ميزانية بلا دعم بلا موارد وتحاول وتدفع رواتب على قدر استطاعة وتعمل كل جهدها الكلام من الحكومة غير موجودة بعدن هذا يقوله وسائل إعلام الحوثيين هم يسمحون حكومة الفنادق الحوثيين والحوثيين هم يسرقوا صنعاء والجماعة يدافعوا عنهم لأكون واضح نحن نعم. هدفنا واحد هو استعادة الشرعية واستعادة الدولة من كان معنا في استعادة الشرعية واستعادة الدولة تحت لواء الشرعية وتحت لواء الرئيس هادي مرحبا به هو مع العلم لا تسقط الجرائم بالتقادم نعم. من قتل في حق اليمنيين ومن ارتكب وارتكب انتهاكات سواء طارق صالح عمار صالح احمد صالح لا يعني كل هؤلاء ومن غيرهم سواء من اي طرف اخر ارتكبوا جرائم سيتم محاسبتهم وفقا للقانون اليمني وفقا لمحاكم اليمنيين وهذه الامور ستاخذ مجراها وقبلهم نعم. الحوثيون نعم ولا طيب. يمكن دكتور حمزة. ان اقبل ان يعني ولا نعم. تكون الامور واضحه ربما وضحت هذه الجزئيه نعم دكتور حمزه يقول يعني الكثير والبعض ان المفترض يعني قبل أن تستوعبوا أنتم في الحكومة الشرعية المؤتمرين يجب أن نرى منهم اعتذار على تأييدهم لجرائم ميليشيا الحوثي نرى من وقوفهم يعني اعتذار لوقوفهم طوال الفترة الماضية بجانب الانقلاب ومقاتلة الشرعية لكن الآن ما هو حاصل أن الحكومة تتسابق لاستقطاب هؤلاء وكأنهم سينقذونها من الورطة التي فيها ما رأيك؟ لن ينقذنا احد لن يستعيد الشرعيه الا ولن يستعيد الدوله الا الرجال في الميدان هؤلاء الذين يقاتلون منذ 3 سنوات في نهم وفي ارع وفي على اطراف ارحب وفي تعز وفي عقاد وقبل ذلك في عدن وفي لحق وفي البيضاء وفي كل الجبهات هؤلاء هم الرجال الذين يستعين الدوله نحن نعول على من يقف موقف جمهوري ويكون واضح المعركه اليوم معركه واضحه معركه جمهوريه ضد ملكيه أولئك الذين ما زالوا حتى هذه اللحظة يدافعوا عن الحوثيين ويقولوا بأن الحوثيين ممكن أن يكونوا شركاءهم أنفسهم من يقولوا لا تمدوا أيديكم لأفراد المؤتمر الشعبي العام مؤتمر الشعبي العام حد تتفق أو تختلف معه لكن هناك من هم رجال الدكتور أحمد عبد الدغن من واقف موقف منذ أول لحظة هو من المؤتمر الشعبي العام فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي هو رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور رشاد العليمي الدكتور علي مجور وغيرهم من الرجال الذين وقفوا مع الشرعية منذ اللحظة الأولى لا يمكن أن يحمل المؤتمر الشعبي العام فوق طاقته لكن هؤلاء الذين ما زالوا يقفوا على الحبل وأنا أعني من ما زالوا يقفوا ويقولوا بأنهم سيحاربون الحوثي بدون لواء شرعية سيفشلون وسيخسرون ولن يتم القبول بهم أما موضوع الاعتذار هذا أمر شكلي نحن كان يهمنا في اللحظة الأولى منذ أغسطس منذ شهر أغسطس منذ مسيرات المؤتمر الشعبي العام أن يتم تفكيك التحالف الذي بين الحوثيين وصالح كان في صالحنا تفكيك التحالف كان في صالح الشرعية وفي صالح اليمن بقاءهم متماسكين كمعسكر واحد كان سيضربنا لكن هناك آخرون لهم وجهات نظر أخرى آخرون نعم. كانوا يريدوا أن يبقى تحالف الانقلاب قوي ليستمر الاستنزاف للشعب اليمني يستمر الموت لكن نحن في الحكومة كان لنا وجهة نظر أنه يجب أن يتفكك هذا التحالف وهو ما حصل نعم طيب سيد إبراهيم قعطبي قبل الحديث أيضا عن العلاقة بين الحكومة الشرعية والمؤتمر الشعبي العام هل يصح الحديث فعلا عن خروج المؤتمر من سلطة الانقلاب وكما تعلم هناك يعني قيادة المؤتمر في صنعاء أعلنت تأييدها ووقوفها مع الميليشيا الانقلابية في صنعاء وأنها ستظل تدعمها إلى آخر شيء وأن الموقف لن يتغير كما قلت أنه أصلا المؤتمر الشعبي العام مقسم إلى عدة أقسام الآن قسم يعني مناصرا للشرعية وقسم آخر تائه وقسم مبني على السلالية ويمد الحوثيين بكل المعلومات التي هم بحاجة إليها ويناصرونهم لكن لنكون حقيقة الحقيقة هو أن التحالف قد فشل يعني التحالف بين الحوثيين وصالح قد فشل
بمقتل صالح، يعني هو من كان يقود هذا التحالف. السؤال الآن الحقيقي هو أين تلك القوات التي كانت موجودة بيد صالح؟ أين الحرس الجمهوري؟ أين قيادة المؤتمر الشعبي العام؟ أين التحالف الذي كانوا فيه؟ هل حقيقة يعني بثلاث سنوات من التحالف كانوا يتصدرون المشهد كشركاء ملحوثين، أم إنهم كانوا فقط مجرد ديكور؟ يعني سحب كل الحوثي، سحب كل القوى من تحتهم. هذه هي النقطة الحقيقية. أما بالنسبة لعودة المؤتمر إلى الشرعية أو إلى التحالف، أنا في اعتقادي إنه المجال مفتوح من التكتيك، من ناحية التكتيك السياسي. المكان الحقيقي للمؤتمر الشعبي العام هو في صف الجمهورية وصف الشرعية، يعني أمامهم خيارات الآن، إما أن يكونوا مع الشرعية وأن ينضموا إلى أخوانهم في الجبهات، أو أن يكونوا جزء من الحوثي، وهذا ما بات. طيب إذا يعني تحدثنا عن هذه القيادة التي استطاعت الخروج من صنعاء وهربت من صنعاء، هل فعلا تمتلك أي مصدر قوة قد يشكل دعم حقيقي للحكومة الشرعية؟ لا سيما وكما تعلم بأن ربما ما كانوا يملكون من قوة وفي المناطق التي تخضع لسيطرة الإنقلابيين ولم يعد يملكوا شيء. المؤتمر الشعبي العام هي شبكة كبيرة من التجمعات السياسية، من التجار، من القبائل، لديهم قواعد حقيقية يعني في الداخل، يستطيعون أن على سبيل المثال تحرير مدينة إب من قبضة الحوثيون. المؤتمر هناك الأغلبية والمشايخ هناك الأغلبية وتجار المؤتمر وغيرهم من التنوعات السياسية التابعة للمؤتمر موجودين بقوة في كثير من المحافظات، هم من فتحوا هذه المحافظات للحوثيين تحت غطاء اللجان الشعبية، يستطيعون التمرد على الحوثيون إذا ما أصروا أن يعودوا إلى الشرعية وإلى حاضنة الجمهورية وضد الحوثيون بعد أن انتهى وقتل قائدهم. هناك يعني لديهم القوة إذا استطاعوا تحريكها، لكن هل لديهم مصادر قوة حقيقية؟ على سبيل المثال يعني ثروة، حرس جمهوري، أنا في اعتقادي أن هذا كله قد تلاشى، يعني القوة الحقيقية قد تلاشت. هناك ربما قوة شعبية يستطيعون البناء عليها إذا قرروا ذلك، لكن حتى القوة الشعبية كانت تتبع بشكل مباشر لعلي عبد الله صالح، لم تتبع يعني لا لياسر العواضي ولا للبركاني ولا لعادل الشجاع ولا إلى غيرهم. يعني الحركة الحقيقية كانت، القوة الحقيقية كانت بيد صالح بسبب شخصه والطريقة التي كان يتعامل معها مع أتباعه. نعم. أما الآخرين أصبحوا لا يستطيعون حتى تحريك القوى في محافظتهم. هل يستطيع ياسر عواضي تحريك محافظة البيضاء التي قتل أبنائها هو الحوثيون؟ أنا لا أعتقد ذلك. نعم. طيب دكتور حمزة وكيل وزارة الشباب والرياضة، إذا تحدثنا فعليا عن العمل على الأرض، لم نلحظ ولم نشاهد أي شيء تغير، فقط يعني ربما استثناء استقبال بعض الإعلاميين المؤتمريين، يعني وصلوا إلى عدن واستقبلتهم الحكومة الشرعية، هل يمكن الآن أن نقول أن هناك تقدم على صعيد العمل بين الحكومة والمؤتمر، علاقة تتشكل بصورة واضحة؟ دكتور حمزة، دكتور حمزة الكباري، هل تسمعني؟ ربما فقدنا الاتصال بالدكتور حمزة، سنعود به الاتصال. إذا نعود للسيد إبراهيم القعطبي. أستاذ إبراهيم، إذا يعني في نفس التساؤل، يعني هل هناك من يعني شراكة حقيقية فعلا يتوقعها اليمنيون من أعضاء المؤتمر الذين كانوا يتبعون صالح وأصبحوا الآن ربما اتجهوا إلى المحافظات المحررة ويعني إلى الشرعية؟ كل شيء وارد. النقطة الحقيقية الآن هو أنه يجد لديك الآن على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة التي هي تحاول أن تجر المؤتمر الشعبي العام إلى حليف جديد بالنسبة لها وتبنيها على شاكلة المجلس الانتقالي الجنوبي من أجل تقويض الشرعية. هي على حرب مباشر بميليشيات يعني الإصلاح، بميليشيات عفوا. نعم. يا أخي لا مشكلة. نعم أخي إبراهيم، نعم، لا ليست لا مشكلة، نعم أكمل. نعم
طيب إذا سيد إبراهيم، إلى أن يعني يتم تدارك الموضوع مع طفلتك نواصل هذا الحديث. كما تحدثنا بأن العلاقة بين المؤتمر الشعبي العام والحكومة الشرعية حالة يعني ربما الترحيب الكبيرة التي لاحظناها من قبل الحكومة الشرعية والمواقف الواضحة التي تدعو كل المنتسبين للمؤتمر الشعبي العام إلى الانضمام للشرعية، إلى الاتجاه نحو محاربة ومقاتلة الانقلابيين، وفتحت أبوابها للجميع. اسمح لنا إذن، عاد إلينا حمزة الكمالي، دكتور حمزة. طيب إذن إلى أن تجهز الاتصالات بضيوفنا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نكمل النقاش بين علاقة السلطة الشرعية والمؤتمر الشعبي العام بعد صالح، ابقوا معنا. من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من فضاء حر حول العلاقة ومستقبلها بين الحكومة الشرعية والمؤتمر الشعبي العام. أعود إلى الأستاذ إبراهيم القعطبي من نيويورك. أستاذ إبراهيم، كما تعلم البعض يقول ويتحدث أنه لا يزال المؤتمر قوة اجتماعية مؤثرة، فكيف يعني تطالبون أو يعني من يضعون اشتراطات على المؤتمر الشعبي العام، اشتراطات محددة وكأن المرحلة لا تزال تتسع للاشتراطات، بينما ميليشيا الحوثي تتوغل وتسيطر وتحكم السيطرة على الدولة. الأصل الآن في الموضوع كما يقولون بأنه أن يلتف الجميع في محاربة هذا المشروع. بلا شك الأمور أصبحت واضحة الآن، هناك مشروعين، مشروع جمهوري فدرالي ومشروع إمامي ملك، لذلك المسألة ليست مسألة حزبية ولا أحد يشترط على أحد أي شيء. الناس في مواجهة مع ميليشيات الحوثي من أجل إسقاطها واستعادة العاصمة والمناطق التي تسيطر عليها، ومن ثم استعادة الدولة إلى هذه المناطق. يعني لا يوجد شروط حتى مع الإصلاح ولا مع الاشتراكي ولا مع أي واحد، هناك مشروعين، إما أن ينضموا إلى المشروع هذا أو إلى المشروع هذا. من يمثل المشروع الجمهوري الآن والفدرالية؟ والرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي، فيجب أن ينضموا إليه أو أن ينضموا إلى المشروع الثاني وهو مشروع ميليشيات الحوثي وصالح. لكن نعم سيد إبراهيم، كما تعلم هناك من أتى ربما بمشروع ثالث هو دعم هؤلاء من هم من المؤتمر الشعبي العام، ليس بالضرورة أن يكونوا مؤيدين للحكومة الشرعية وللرئيس هادي، الأهم في الموضوع أنهم يحاربون الحوثي. وإذا لصالح من ومن أجل من؟ كل الحرب في اليمن هو من أجل إسقاط الإنقلابيين واستعادة الشرعية واستعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. إذا فتحنا عدة جبهات لميليشيات أخرى تحارب خارج إطار الشرعية، فنحن نتحدث عن سومال، ونتحدث عن دويلات، ونتحدث عن ميليشيات إلى ما لا نهاية، أي أن لا يوجد دولة ولا شرعية. كما بات واضحا أنه وصول مثلا على سبيل المثال طارق عفاش إلى محافظة شبوة وعدم اعترافه بالشرعية، هناك من يتحدث أنه بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الضغط على الحكومة الشرعية. هناك صراع واضح بين المشروع الرئيس هادي ومشروع دولة الإمارات العربية المتحدة التي أجت من أجل مشاريعها الخاصة في اليمن بالسيطرة على الموانئ ما مصلحة الإمارات؟ نعم سيد قاطبي، ما مصلحة الإمارات في إضعاف الشرعية كما تقول؟ من أجل السيطرة ومن أجل يكون لها نفوذ. نحن أمام أهم ممر بحري في العالم، ممر باب المندب، وأيضا الجزر اليمنية من أهم الجزر العالمية. يعني هي تود أن تأمن أن لا يكون هناك مستقبلا منافسا لدولة العرب الإمارات العربية المتحدة. كما تعرف إذا توجهنا نحو بناء دولة ديمقراطية وفدرالية، هو أن نتيجة لذلك سيكون لنا يعني اقتصاد قوي، وسنبني جزرنا وموانئنا، وذلك سيسبب تهديدا مباشرا للموانئ الإماراتية. هذه هي الحقيقة التي يجب أن يفهمها الجميع، وهذا هو الصراع. العالم كله يتصارع على الممرات وعلى الجزر الهامة في جميع أنحاء العالم وليس في اليمن وحسب، وهذه هي الحقيقة التي أجت الإمارات من أجلها، من أن نصبح دولة فاشلة تتقاسمها الميليشيات الموالية لدول الإقليم، ويصبح اليمني فقيرا متجولا
كما يحصل اليوم. يعني الناس يتحدثون فقط عن المعاناة اليمنيين وعن الفقر، وهو والسياسة والمشروع الانقلابي والمشاريع الخارجية هي أساس ذلك الفقر. نعم. طيب، كما تعلم الآن هناك يعني خطى واضحة وتوجه واضح بمؤتمر ثالث يعمل خارج نطاق الشرعية. إذا ما استمروا بهذا الإطار وبهذا الدعم، هل تعتقد أنه سينجح؟ أنا في اعتقادي أنهم لن ينجحوا. القوى انتهت الحقيقية، ليس لهم يعني ثروة ولا مصادر قوة ولا حرس جمهوري، سيكونون على شاكلة بن بريك وغيرهم. يعني هؤلاء ليسوا دولة وليس لهم قوة يستطيعون حكم بها أي مكان من العالم، وإنما بيصبحون ميليشيات مرتزقة تتبع مشاريع خارجية من أجل تأمين مصالح معينة، ولن ينجحوا ولن يقوموا دولة ولن يكونوا حتى تقتل حقيقي، لأنه لا يوجد محافظة الآن واحدة تحتضنهم كما تحتضن الشرعية والإصلاح محافظة معرب على سبيل المثال. نعم، خيارات الشرعية الآن أمامها إذا ما استمروا بدعم هذا التيار وخلق مؤتمر شعبي عام ثالث يعني يعمل خارج إطار الشرعية وبدعم واضح من جناح في التحالف العربي، كيف ستتعامل الحكومة الشرعية مع هذا الجناح وأيضا مع أطراف التحالف التي تدعم هذا التوجه؟ يجب أن يكون هناك حوار حقيقي مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. أنا أتكلم حوار حقيقي بين الشرعية وهؤلاء الدول، إما معنا وإما ضدنا، حتى أنه لا يقبل الحكومة الشرعية، لا تقبل بمثل هذه الأشياء التي تقوض الشرعية وتقوض حتى الأمن الداخلي والخارجي. يعني إذا يعني في حال وجود ميليشيات هذا يعني تقويض للدولة وتقويض للأمن الإقليمي الذي ستتأثر به مباشرة السعودية والإمارات. فلذلك يجب أن يكون هناك حوار حقيقي وصحيح، وإذا لم يقبلوا بذلك يجب أن لا يقبل هؤلاء المرتزقة والخونة الذي كانوا جزء من الانقلاب في المناطق التي هي محررة ولن يبقى لهم مكان، فليحاربوا إلى جانب الحوثيين إلى أن يصل الجمهوريين ويصل الشعب إلى كل هذه المحافظات وتحريرها من هؤلاء القتلة والمجرمين والسلاليين. نعم، البعض يبرر سيد إبراهيم بأن ضعف الشرعية وعدم يعني تقدم الجيش الوطني بالصورة المطلوبة وهذا التباطؤ الحاصل في الجبهات ربما خلق مزاج أيضا كثير في الشارع اليمني يحاول أو يؤمل بأن هذا الخيار ربما ينجح ويحقق شيء، لا سيما مع وجود الدعم الواضح من جناح في التحالف هو الإمارات العربية المتحدة. كما قلت عدة مرات أنه هي مشكلة حقيقية، أن يعني هم بحاجة إلى دعم الشرعية، إذا ودوا أن يضمنوا أمنهم واستقرارهم بدعم الشرعية بوجه علني وصحيح. يعني إذا استمروا في بناء ميليشيات سواء كانت تتبع للمؤتمر أو للحراك الجنوبي أو لا غيره سيقوضون أمنهم بالدرجة الأولى، لأنه في آخر المطاف سينتصر اليمنيون. علمنا التاريخ أن لا انتداب خارجي ولا استعمار سيستمر كثيرا في اليمن، وسيتضررون هم أولا بأول لأنهم دول جوار. العالم الخارجي والاستعمار والانتداب الخارجي عادة ينتهي بمجرد الرحيل عن البلد، لكن هؤلاء لدينا ومعهم حدود مشتركة ومصالح مشتركة، فليحافظوا على الداخل اليمني، فليحافظوا على الحكومة الشرعية، فلنحافظ على علاقات أخوية متبادلة. أما أنهم يقوضون الحكومة الشرعية ويحتلون جزرنا وموانئنا ويقومون بصناعة الميليشيات التي تقوض الأمن والاستقرار اليمني وإطالة الحرب ومعاناة اليمنيين، فنحن سنقف ضدهم، وأنهم لن يكون هناك إلى ما لا نهاية. علمنا التاريخ أن اللجنة الخاصة التي كانت تمولها المملكة العربية السعودية لعقود من الزمن رحلت وراء الحوثي، لم يقنع فيهم لا مكارم ولا غيرها. فلذلك الأخوة في الجوار يجب أن يتفهموا أن الوضع الداخلي اليمني لا يقبل بالانتداب، يقبل بالتعاون والتعاون المشترك والإخاء. وإذا كانوا حقيقة أجاؤوا لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني وإنهاء يعني التواجد الإيراني في اليمن، فليقفوا مع الشرعية اليمنية، يمنعوا يعني دعم الميليشيات سواء كانت تتبع الحراك أو المؤتمر أو غيرها. هذا هو النجاح لهم ولليمنيين وللخارج، أما غير ذلك سنستمر في الصراع في الحرب الذي لن يربح منه أحد، للداخل اليمني والحكومة الشرعية
ولا دول الجوار. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي إبراهيم القاطبي، كنت معنا من نيويورك، والشكر أيضا لوكيل وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر، السلام عليكم.